أعلن النظام السوري إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر المقبل، والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت بعد 3 أعوام من إغلاق المعبر التجاري المهم على يد المعارضة. واستولت فصائل المعارضة السورية على معبر نصيب في عام 2015، ما أدى إلى قطع طريق مرور مهم أمام مئات الشاحنات التي تنقل السلع يومياً.